أجل ولكم ورائي سبعاني أجل الأحباب المحشوس بأشرف الألقاب أرضي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا إجابة فلما أنا وبدور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور الموصول واسم المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أقبله في هذه الليلة إلى قدر أمي مسرورا أملأ به الكون نورا وأغفره يديما وأطهرا وأهل تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وصحبه فاغتسل رشدا وبوشت وزاد الكرسي علما وقرارا واطلعت السماوات وانوارا وذكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمك ترى وأم فضل وفضل إلى فلما اشرق بدر الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا بأنه البدر في تمامه محل القيام.